من حصتنا اليوم، نحكي على مقابلة سوبر كوب غدوة إن شاء الله بين الاسبيرانس والسي اس اس. معنا في الاستوديو السيد عبد الكريم بوشوش اللاعب السابق الترجي، ومعنا بالتليفون استقبلوه حاليا اللاعب الدولي السابق للسي اس اس هيكل الجمامدية. هيكل أهلا بك. أهلا بك جيم، ومرحبا بكل مستمعي سي اس اس. مرحبا بك خويا، كنت ماذا بين تكون بحبانا خويا، مسافات بعيدة شوية. مسالش ده باهي هيكل، خلينا نبدا معاك، كيفاش تشوف المقابلة غدوة إن شاء الله؟ والله يا اسلام، ما شوف مقابله تيتان كلاسيكو قبل ما يكون هو فينال سوبر كوب. نعرفوا الكلاسيكو كل معناتها الدين الترجي هذه تونس في نادي الصفاقسي، ديما مباريات معناتها نشوفوا فيها كوره، الفرق يلعبوا الكل في الكل، الزوج فرق يلعبوا الكوره هما اللي يصنعوا في اللعب. دونك المقابلات الكل ديما نشوفوا فيهم اهداف ونشوفوا فيهم مستوى معناتها يليق بزوج جمعيات ان شاء الله. السي اس اس كل وجه جديد مع فوز البنزرتي ولا؟ اكيد اسلام، اكيد مع بعد قدوم فوزي بنزرتي ونعرفوه، مع حتى اخونا عبد الكريم بحالك في الفلاتو يعرف كل شيء. فوزي بنزرتي عنده صبغه ما يوافقكش، انا نقول لك ما يوافقكش. لا لا ملي كان في الترجي كان عنده موقف نتفكر من فوزي بنزرتي يعني. صنفقادير اللي ماهوش مدرب هو كيفاش معناتها السنين الاخرانيه في نعرف كي شد الاسبيرونس ولا شد ليتوال ولا كي مشى الرجاء المغرب وكل شيء ديما عنده البصمه نتاعو. نعرف فوزي معناتها سيرتو الابليك بيان لا ديسيبلين اللي في الجروب، وهذا هو سر النجاح. او اي مدرب باش ينجح لازم لازم يكون فما ديسيبلين في التيران وبرا من التيران. دونك فوزي في زال النادي الصفاقسي بون عنده تو ثلاث جماعات فما القسمه نتاعو، سيرتو ديما نحكي لك في الكوتي ديسيبلين سيرتينا مازال شويه معناتها يحب شويه وقت، اما في الكوتي ديسيبلين انا واحد ديسيبلين تحكي في ديسيبلين سيرتينا تحكي ولا البنا ديسيبلين سور تيرا وحتى برا من تيرا. نعرف واحنا اللاعبيه كيفاش كيفاش، دونك فما ديسيبلين سور تيرا وبرا تيرا. لكن برشا هيكل يحكيو على اضافه فوزي بنزرتي، لكن ما عرفتش توافقني راي ولا حتى فتح جبال خدم خدمه كبيره معناها افكتيف. اكيد ما عرفتش حنكمل هيكل هذا خدمه يا هيكل الخدمه ما خدتش كامل سؤال، ما عرفتش جوست الافكتيف نتاع السي اس اس ما عرفتش توافقني ولا ليميتي معناها انك توصل به مرتبه ثانيه في البطوله ولا اسبيرونس ما تنجمش تعمل خير من هكا بالافكتيف هذا مع فتح جبال ولا؟ هو اكيد هو خدمه تاع فتح جبال، فما حتى ملاعبي والا فني باش يشك في خدمه فتح جبال على الاربع والخمسه شهور خدمها في النادي الصفاقسي. اما تقول لي معناتها في النادي الصفاقسي مالجري ديفكتيف وكل شيء، ارجع احنا نحكيو توا راهو بعد الكوفيد 19 بعد الكورونا راهو معناتها البطوله نتاعنا ماهيش معناتها ما فما ملقينا فما حتى ماتش شفناه اللي فما نيفو كبير. المستويات الملاعبيه كل والفرق كلها تحت مالجري معناتها تشوف معناتها حتى في الاسبيرونس بعد الكوفيد بعد الكورونا وكل شيء الريتم تاعها طاح. النادي الصفاقسي كيف كيف النجم الكلوب افريكان، دونك هذا لا نشكوا فيه معناتها خدمه فتحي جبال خدمها خدمه كبيره برشا في النادي الصفاقسي. وفوزي بنزرتي معناتها خذر لي وكمل بالنادي الصفاقسي. برشا ملاعبيه شفناهم متالقين مع فوزي بنزرتي خاصه الشبان محمد علي ترابلسي اشرف الحباسي، شنو الاضافه نتاع فوزي في الكوتي هذه؟ الكوتي هذا كما كنت تحكي اسلام هذا كل خدمه زدره وخدمه فتح جبال، خاطر الملاعبيه اللي موجودين تو اللي تشوف فيهم معناتها القاعدين البروجريس من دي جون جوار هذوما كيف كيف فتح جبال هما هو اللي طلعهم، اما فوزي بنزرتي هو اللي كمل ديما نقول انا كمل الخدمه نتاع فتح جبال، خاطر الملاعبيه هذوما كانوا موجودين من قبل كما عزمي غوما الحباسي ترابلسي موجودين من قبل موجودين، اما فوزي بنزرتي كمل الخدمه نتاع فتح جبال هذا اللي ننكروا فيه. مقابله غدوه ان شاء الله شنو باش تلعب؟ شنو الديتاي تلعبوا عليها هيك؟ لي ديتاي صغار انا ديما ماتشات هذوما الكبار سيرتو لي فينال، خاطر فما فرق بين تلعب ام ماتش دو شامبيونا وفما فرق بين تلعب سوبر كوب فينال كوب ولا في فينال سوبر كوب. دونك الماتشات هذوما انت وش حضرت جمعه كامله انت كمدرب والا ملاعبيه شنو حضرت؟ اسكو تي كونسونتري في الخدمه نتاعك؟ اسكو انت معناتها حضرت الماتش نتاعك كوم الفو؟ وقتها لو جور جي تعرف كل شيء، تعرف الخدمه نتاع المدرب والا ملاعبيه خدمه جمعه كامله يظهر ستيران هذا الماتش. شنو نقاط قوه السي اس اس لازم باش تلعب عليهم غدوه الماتش والا وشنو نقاط الضعف تاع اسبيرونس لازم يلعب عليهم السي اس اس؟ هذوما نورمالمون دي سكري ما تقالوش مش يسمع فينا معين الشعبين ما يسالش
كيف اسلم؟ مش يسمع فينا معين الشعباني مسيرش. لا 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 نعرف لا. ما بش نقدموا الاضافه يا ساده مستمعين هيكل. ديما كما قلت لك سورتو تو مثال النادي الرياضي الصفاقسي بعد الكورونا بعد ديما نرجع بعد الكورونا فما حاجه جديده في النادي الرياضي الصفاقسي سورتو مع فوزي بنزر عقليه جديده ملعبيه حتى سورتيران تحسهم يلعبوا جوسكو بو 90 دقيقه خاصه 45 مينوت الاولى ملعبية تلعب للآخر حتى ما تترجع ما تشوت الاخرانين هذا الساقسي وصلوا ماركيف دقيقة 93 دقيقة 94 دونك وحاجة أخرى وترجع هذا التونسي هذا كيف كيف مالجري اللي بعد الكوفيد بعد الكوفيد معناتها طاح شوي النيفو نتاعه أما هذا يرجع فما أسباب فما ملعبية كانت معقبة فما ملعبية كانت مضروبة رجعوا لجو ديرني ماتش هذوما شفنا الهوني اللي هو بوان فور انا واحد من الناس ديما اعتبر بوان فور اقوى نقطه قوه الترجي اللي هي نشوف الهوني دونك فما الفريق الزوز عنده نقاط الضعف وعنده نقاط القوه اللي لونترنر الكبير اللي باش يخدم على نقاط الضعف تاع النادي نتاع الكيب ادفيرس هو باش فعل معاك سي عبد الكريم عاش توافق في الكلام اللي قاله هيكل الكلام اللي قول فيه حبيت نقول لك حاجه ساعه قمام دي ما في وقت من الاوقات كان باش ينضم الاسبيرانس تفكر ولا لا كلمت كان بالتليفون كان جاني اوفر من الاسبيرانس قبل ما كتبش كل شيء بالكتب علاش ما تمش هيك المسيس في نعرف كيفاش نحب شويه بتبيت انا علاش ما تمش وقت نحب تبربيش لا شوف اسلام اذا اقول لك حاجه والله اسمع راهو فما ملعبيه ديما يقعدوا باسم النادي وراهو شوفوهم في الملعبيه كل الفرق الكل فما ملعبيه يقعد باسم النادي معناتها ما نجموش انا واحد من الناس وحكيتها بامال دو فوا اللي انا وقتها ما نجمش نبدل المريول نتاعي يا محتراف هيك دول المستقبل نتاع ملعبي والكل يمكن توا حاجه اخرى اما نحكي لك انا في وقتنا وفي وقت قبل ما نجمش نبدل وقت ما نلعب في كيب اخرى افار نادي الشيخ سي عبد الكريم كان صحيح فما اشكال من نادي الصفاقسي هما اللي ما حبوش وكلامه صحيح لانه كيبدا واحد ولد الجمعيه اللي صغير صعيب باش مش ملاعب اخر مثلا بروفيسيونيل جاي جمع عمل عام هنا وعام هنا وعام هنا يمكن قبله تو تبدل كلام كله كل صحيح عبد الكريم تعرف انت الملاعبيه كيكونوا ولاد جمعيه سيرتو هذا تجي مرزينه باش يمشيوا كيب اخرى تجي مرزينه شفنا الدراجي مشى للكلوب المولي مشى للاسبيرونس مجد تراوي مشى للاسبيرونس بدلت شويه تو شوف اي تو اما ديما نشوف كل واحد والظروف نتاعو راهو كيفاش خدمته باش مشى لكيب اخرى ديما نرجع ديما هي الظروف نتاعك باش خدمته لا فما ناس مثلا دراجي من الاسبيرونس مشى لكيب افريكا خسر الكلوب وخسر الاسبيرانس خاطر خرج خرجه خايبه من الكلوب افريكا والاسبيرانس الناس كل ما عادش تحبه يعني تخش عليه عمره ما لعب. على كلام هيك الفنيين خصوصا متعلق بنقاط قوه الترجي والسي اس اس. انا اش باش نقول الكلام اللي قاله هو الماتشات هذوما ماتش دو كوب يتلعب على جزئيات دي ديتاي. ما فماش واحد قوي واحد ضعيف واحد في ديما نسمعوها الكلمه هذيا اش معناها دي ديتاي؟ على كفرة على كورنير على بينالتي تنجم تجي على غلطه صغيره تنجم تجي ولكن انا اش نقول انا فما ليجي افونتاج لسبيرونس اللي ليفيكتيف تاع لسبيرونس اي بلو ريش كو حتى كي كنا نبدلوا توا اللعب 4-1 و4-1 لسبيرونس عندها الامكانيات باش بدلت باش تلقى فما ملاعبيه اكثر فريشور من نادي الصفاقسي انا نقول اللي بدنيا يبدا جاهز اكثر باش يعدي الوقت هذاك 90 وربما فما برولونغاسيون ولا فما حاجه اللي جاهز بدنيا هو اللي باش ينجم يوصل للواحد. سي عبد الكريم بدنيا وذهنيا وخاصه ذهنيا واحد يكون زاد مش مركز معناتها يكون مركز 90 دقيقة هذاك مرافعينها لهم احنا مركزين. يكون مش مركز يضيع التركيز نتاعو. لا احنا ما توافقوا هيك الافكتيف نتاع الاسبيرونس خير من السي اس اس؟ سي تو تافي عنده كلامه كله سيء معناتها الاسبيرونس معروف سيرتو اثناء بال ريشيس نتاع الافكتيف نتاعه. وهذا شفناه معناتها في الماتشوات كما كان يحكي خويا عبد الكريم الماتشوات معناتها 4-1 تلقى معناتها 3-4 شونجمونات في ليكيب باش يستحفظ على الافكتيف نتاعو. نادي الصفاقسي كما حكيت لك توا بدا يرجع شويه خاطر الافكتيف كان كما كنت نحكي لك اسلام فما ملاعبيه كانت مضروبه كما جلاسي كما الحمدوني
كيما كريس كواكو براسك اللي في كتيفه كامل وجاهز حاجه حاليا. برشا يحكوا على على حسين بن علي، برشا يحكوا عليه خرج وفوز كل من الحسابات نتاعو هيك. شنو رايك انت؟ بن علي لاريس دروا وبيا حسين دروا. حسين بن علي لا لا لا. حسين بن علي قلت لك للي الجوار دو كولوار. ما كما كنت نحكي لك اسلام معناتها سيت ان شوا هو سيفري معناتها تو من جا فوزي بن علي مش قاعد يلعب برشا، ما شفناش برشا يلعب في الماتشات. سيت ان شوا سيت ان شوا معناتها من فوزي بن زرتي. وقت تعرف معناتها انترنير يجي حد كونترنير يجي معناتها ما يعجبكش السيل نتاعو دونك هكا علاش ما نشوفوش معناتها في الماتشات الاخرانيين. الاسبيرونس خبره من لعبتها بارابول من لعبت سي اس اس اكثر شوبان ينجم يكون حاجه من الحاجات اللي عملوا الفريق غدو في المقابله. والله ما نشوفهاش خبره انا نشوف لي دي زيكيب لي زوت فرق كلهم فرق معناتها ملاعبيه شبان. خاطر كي تشوف معناتها الافكتيف تاع الاسبيرونس ولا الافكتيف تاع سي ندرس فيكسي كلهم شبان راه. الاسبيرونس لا فما يعقوبي خبره اكسبيرونس معز يعقوبي دربالي ياسين الخنيسي تلقى عمامو تلقى دحمان تلقى جلاسي معناتها فما راهو فما اما اكثريه نشوف فيهم دي جون معناتها ملاعبيه شبان معناتها مخلطه حاجه مخلطه بين ملاعبيه شبان من ملاعبيه اكسبيرونس. اما نشوفوا في الزوز الفرق قاعدين يشبوا في الاكيب نتاعهم وهذه حاجة مهمة ياسر. مهمة ياسر تشوف انت في الفريق الاكابر تلقى ستة ولا سبعة ولا ثمانية لاعبية تيتيلار من ولاد النادي راهو تريز امبورتون. فما فرق كي يكون ملاعبي والجمعية يلعب لك، فرق بين يكون ملاعبي من بر راهو الفريق الكبرى كل توا تلعب بولادها كي تلقى انت حتى ترجع حتى للتاريخ الكل الساقسي للنادي الافريقي الاسبيرانس لتوال الملاعبيه الكل للفريق يكون عنده 9 8 ملاعبيه من ولاد النادي راهو تتهودي موجوده كل عام. وهذا هذا راهو ترجع بالتاريخ راه. نكمل معك برونوستيك هيك باه. اي نمشي معك نسمع قلت لك اعطيني برونوستيك تاع الماتش. اي نتاع الماتش يقولوا زوز بواحد ندير الفرقه دوزو بواحد للسي اس اس. بعد شوية نسمع البرونوستيك نتاع عبد الكريم بوشوش. اكيد شكرا ليك هيكل على تدخلك معنا. دونك نكمل معك سي عبد الكريم. طبعا نجيك البرونوستيك اكيد ما توفقش هيكل. غدوة 2-2 ترجي 2-2 ترجي باه ان شاء الله يلعب خير غدوة يربح ان شاء الله في المقابلة باه. سي عبد الكريم شنو هو النقاط اللي عاوز يلعب عليهم يدعمهم معين الشعباني وفي المقابلة بتاع غدوة ان شاء الله باش يجيبوهم الماتش؟ تو انا فرصة باش نحكي على معين كي تشوف الاسبيرونس تو بار اكزومبل الماتش الاخراني تاع القلعة تشوف لو فون دو جو هذا اللي تسمى فون دو جو يعني ليكيب ظاهره كره كيفاش تطلع كيفاش بروغريسيف ما باش يقولهم فهمي فون جو لا موجود فون دو جو علي عاود تفرج في الماتش كله مع لي زادفيرسير نتاعنا كل تلقى 70% كره عندنا 30% عند لكن معاك الكونسيرفاسيون دو لا بال هذيك الفون دو جو فما لا كاليتي دي جوار هما اللي يزيدوا اون فالور يعني نقولوا احنا كونسيرفاسيون دو لا بال والبروغريسيون هذيك كي تجي تخدم انت بعد تمدها للملاعبي اللي كيما كان يحكي هو مش حاضر ذهنيا ولكن مش في المستوى نتاع كبير ياسر تولي الخدمه كل تيح في الماء يعني سو سون لي غران جوور هما اللي يظهروا يعني الخدمه نتاع المدرب وقت يبداو فما ملاعبيه وقت اللي تطلع الكره انترينور يبدا يجمع كامل ايام بحاول كيفاش باش نعمل وقاعد نشوف التمرينات نتاع الترجي يعني فما خدمه بالمجد بالكدي حتى اللي يدخل جديد يدخل يتكلم نفس اللغه يعني لو ميم سيستيم فما كونسيرفاسيون فما واحد اللي ناقص هو وقت اللي نخلطوا نقولوا احنا الثلث الثالث نتاع التراس تدير 30 متر والاخرانيين وكل شيء وقتها كان ما عندكش ملاعبي يعني يعمل ديفيرينس باش يكمل لك كل الخدمه هذيك اللي عملتها كيما بار اكزومبل نشوفوا احنا الهوني الهوني في كره شبه ميته خلق منها بونتو هذوما لي غران جور حتى نهار اللي الماكينه ما تدورش مليح يجيك ملاعب يعني يحل الاشكال هذا. تفرجت في السي اس اس السنه؟ تفرجت. شنو هما النقاط اللي لازم المعين الشعباني يلعب عليهم في السي اس اس باش يكونوا مرتاحين في السي اس؟ في السي اس اس الحقيقه عندهم ملاعبيه صغار نقولوا احنا دي جينيرو وكل شيء كي مانك ان بو ديكسبيريونس هذا معروف طفل صغير يعني واحد عندهم ان بون ميليو تيرا
تاع ليسبيرونس اذا تسيطر على وسط الميدان الوصول للمرمى الخصم يكون سهل، خاطر كيما قلت لك المدافعين ناقصين خبره، فما فوق وفما قليب وفما كل شيء، ولكن تقعد ديما الصنعه. انا نقول الترجي اذا ناخذوا منطقه وسط الميدان نجموا ناخذوا الطرح في ايدينا. الحوار بين معين وفوزي كيفاش تشوفوا غدوه؟ معين معين كان مساعد الفوزي في الترجي، فما حوار بين زوج مدربين وقال الملاعبين هما اللي كل شيء. والله اجي نقول لك معين سيت ان بون تكتيسيان بصراحه، يعني رغم صغر سنه معين تحس يعني في تلمس برشا حاجات في التمارين، مش هكاك توا فهم برشا ناس نفتح قوسين برشا ناس اللي سبوا في معين، فهم برشا ناس نعرفهم ويعرفوني من اول نهار اول سيونس دونترينمون بدا يسب في معين، اللي عينه باش يسب مدرب يستناه يخسر ولا يستنى حاجه انت ومن بعد، ولو سبيرونتيست الصحيح المثالي حتى كي يغلط مدرب يعني كيف يغلط نقول احنا مهاجم ما يماركيش بونت نغفروها له، يغلط مدافع ياكلوا بونت ينجم يغلط المدرب زاد، لكن مش السبب هذا باش واحد نوصلوا للتجريح والواحد يعني الحقيقه نتاع ربي بدايه الحمله هذه اللي على معين يعني ديباج هذوما نعرفوهم شكون يمول فيهم ونعرفوا نعرفوا مش توا خلينا عندي ساعه السوبر كوب والواحد من بعد نوعدك نرجع مره اخرى نحكي معك كل شيء. فما عبيد من الترجي معناها محسوبين على الترجي، فما ناس قراب برشا 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 لاسباب معينه، يعني هذوما الناس متشبثين بالاشخاص اكثر من اللي متشبثين بالترجي، ما يهمهمش يعني مصلحه الترجي الثانويه بالنسبه لهم هم. في العاده نحب نبتبت ونسال لما نحترم فيك الرغبه نتاعك انك ما تحبش تذكرهم، خاصه انك قبل ماتش مهم كيما ماتش غدوه السياسات، ولو ان بون نتعدي وش عندنا في الموضوع. علاش انت تعتبر من اشد المدافعين على معين الشعبين؟ خطر حقيقه هذيك. علاش؟ برشا يقول لك مثلا خسرنا معاها سوبر كوب دافريك، خسرنا معاها في كاس العالم الاسبيرونس ما ربحتش الماتش لازم تربحوا، ماتش الهلال ما كانش باهي برشا. بالله سامحني كان جينا احنا برشلونة وكلينا ثمانيه شنو يصير في الاسبيرونس في معين؟ كيف ليفربول خرجت افيك سيت اليميناسيون شفناها كل شيء وشفنا المدرب نتاعها مانتينيو في بلاصته كل شيء. مع كل كره فيها ربح وخساره معناها. فيها ربح وخساره وفما اما انت مقتنعه بالمدرب سيد حمدي المهدم مقتنعه بمعين وخدمته معين هي اللي فرضته. واحنا شفنا توا هاني قلت لك انا معين يمتاز برشا حاجات، تنشد الملاعبين الكل كيما اللي يلعب كيما اللي ما يلعبش، اللي ما يلعبش يبدا يضحك يعني عارف روحه مش مظلوم. الملاعبيه كل الحوار بين الستاف التكنيك مش معاك برشا في النقطه هذه. عليه شفنا خاطر بريود اللي فات شويه تدوينات على الانستغرام بعض الملاعبيه، كان بن حميده وقتها كان ما يلعبش كيف كيف برمضان قلت برمضان بالصغير كيف كيف كلمة ما مش راضين شويه حكيتك يعني. حكيتك على بالصغير هو كل واحد حتى يبدا ان جوار ان ديسيبليني ويبدا قرار اداري وما يلعبش ما يقولش اداره يقول مدرب. بن حميده رجع الى كونفيرمي شويه زاد مزير الا في دو ماتش الاخرانيين من الاول كان يتبع التتبيع. انا الاولاد الصغار هذوما ننصحهم برشا من حبيه خاطر ما عادش ماهمش مقتنعين بحسن الربيع، يقول لك اعطي بن حميده فرصته خليه يلعب ولا يروحوا زاد. سامحني الربيع شارك في ثلاثه يعني من كتر فينال لعب ترو فينال وتميز به يعني السيد هذايا انا مش باش ندافع عليه ولكن نقولوا احنا مظلوم في الاسبيرونس التربيه نتاعو الواحد. انا احكي لك على الربيع الربيع تقول له العب يقول لك حاضر، تقول له رومبلاسون يقول لك حاضر، تقول له غرادا يقول لك حاضر، سي با ان جوار بروبليم. هذوما الملاعبيه مش ياخذوا حقه من الجمهور، مظلوم شويه من الجمهور. ليه الجمهور يعني يقلقوا من واحد يشوفوه يقول لك نحالين هما الجمهور قال لك زينا من الخنيسي وبرشا ملاعبيه. هذوما يلزم انت يلزمك ان طونك صحافي تبدا تعيش لكوليس كل شيء. فما ناس ما يعجبهمش العجب تربح اربعه يقول لك علاش مش خمسه؟ تعمل ماتش اثنين مثلا وتخسر ما يقولكش لعبت بالكدا يقول لك هاك خسرت،
الحمد لله الاسبيرانس انا بعيد على الخساره والله يعني ما وليت فما التقاليد انا جون فوا با الاسبيرانس تخسر سورتو في تونس هنا حنا كان نلعبوا بربع ايكيب يعني فما ثقافه الربح فما التقاليد اللي عند الاسبيرانس الملاعبيه يعني يتربى يغني على فرد نغمه يعني على مع اصحابه اللي اكبر منه. يعطيك الصحه سي عبد الكريم، هكا وصلنا تقريبا لنهايه الحصه نتاعنا اليوم. بارك الله فيك، وكما قلت لك صافي على بن نحب نقول حاجه، انا في وقت من الاوقات بالزربه ولو الوقت يزرب في وقت من الاوقات وقت اللي السيد سليم شيبوب ربي يفرج عليه وربي يطلق سراحه وقتها ذكر رياض بصفة ما كانتش محبذة، أنا واحد من الناس لمت عليه ودفعت على رياض. هذا ما يمنعنيش باش كي نشوف حاجة مش باهي من رياض زادا. مش قلت ما نحبش نحكي فيه الموضوع. لا كهو كهو سكرت كهو كهو كهو. يعطيك الصحة، شكرا لك. شكرا أنيس الجويني وأحمد بن خوجة في الإخراج، شكرا الفدوى الدريدي في الإعداد، آدم مدى بأمن لكم بعد شوية لفيديو تلقاهم على الفاجة بتاعنا إكسبريس أف إم. أجمل تحيات، تسلم.